مشاهدينا عدنا إليكم مجددا مع عبير يونس في فقرة التعليم. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا عبير. أنت أطلقتوا مبادرة يلا نقرأ بتتوافق مع شهر القراءة، حدثينا عن هذه البادرة وما تقوم به من أنشطة. طيب، مبادرة يلا نقرأ الثقافية هي كانت فترتها قبل شهر القراءة، لكن صادفت أن انطلقت أنشطتها في فترة شهر الكتاب والقراءة. المبادرة هي مبادرة ثقافية بسيطة جدا، تهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد من القراء وتساعد الشباب على الوصول إلى الكتب بطريقة سهلة، لأن يقال أن القراءة مجد الأمم، وهي الرصيد الثقافي والرصيد الحضاري الذي تبقيه الأمم بعدها. إذ يقول الكاتب أيمن العتوم: اقرأ كتابك إن أردت مكانة، فالمجد يحن الرأس للقراء. إذا أردت أن ترتقي في الحياة لا بد أن تقرأ، ونحن أمة تقريبا لا تقرأ، فالقراءة تشات جدا متدنية. لذلك كنا مجموعة شباب فكرنا في الفكرة وأطلقنا المبادرة قبل أيام تقريبا في 18 نوفمبر بمؤسسة مياه. هذه المبادرة ستساعد أكبر عدد من القراء للوصول إلى القراءة، والغير قراء أيضا سيصلون إلى القراءة بإذن الله. كيف ذلك؟ طيب، من خلال لدينا برنامج توعية للمبادرة، ولدينا برامج ثقافية وندوات علمية، ولدينا معارض كتب. بدأنا المبادرة مباشرة بالبرامج الجلسات الثقافية وهكذا، لكن لدينا برنامج وجدول معد للبرنامج التوعوي في المراكز التعليمية والمراكز الثقافية، وأيضا سيكون لدينا جدول مخصص حلقات القرآن الكريم، لأنهم غالبا هم هناك يقرؤون القرآن الكريم فقط، ولا تصلهم رسالة القراءة التي هي تدفعنا للانفتاح على بقية المجالات. طيب، هل هناك شريحة معينة مستهدفة؟ القراءة طبعا هي ليست لشريحة معينة في المجتمع، فالكل يحتاج للقراءة سواء كان شخص كبير أو صغير. نحن نستهدف بالقراءة جميع شرائح المجتمع، ونحاول أن ننمي هذه النقطة الخمولة في مجتمعنا الشعبي. جدا نحن نعاني من ناحية القراءة، فإذا أردنا أن نقرأ بدأنا بقراءة الروايات والأمور هذه التي نحن حاليا في هذه الفترة بالذات لا نحتاج قراءتها. أستاذ عبير يونس، فأكيد القراءة مهمة، فطريقة التوعية هل هناك طريقة مبتكرة جديدة أم الطريقة الكلاسيكية الأرونات تذهبون إلى مؤسسة تعليمية أجروا فائدة القراءة كذا كذا كذا، أم هناك طريقة أخرى هناك جدول معد كما أخبرتك؟ نعم. أنه لن يكون هناك حديث، لأن الناس تسمع كثير وسيكون هناك تطبيق. هذا التطبيق نأخذ عدد من الطلاب الذين يريدون القراءة، ندمجهم معنا في مبادرة يلا نقرأ. نحن أيضا نحتاج للقراءة، ونحن أيضا قراء، فنحاول أن ندمج ما بين طريق المبادرة والطلاب في المدارس. بهذه الكيفية نستطيع أن نصل لعدد من القراء. فإذا أردنا اليوم أن نتحدث مثلا عن القراءة ومثلا لنقول المذاكرة، فهنا نحن نحتاج لطالب من الثانوية. إذا أخذنا هذا الطالب ووضعناه في الأمر الواقع أمام الناس ليتحدث لنا عن الرابط بين القراءة والمذاكرة، غدا هو سيقرأ. نعم. فنحن نضعهم في المكان الذي هم لن يستطيعوا بعده إلا أن يقرأوا. عبير، ما مدى إقبال المجتمع لهذه البادرة التعليمية؟ في البداية كان هناك ركود قليلا، لكن في يوم الانطلاقة كان هناك عدد بسيط جدا. النشاط الثاني كان هناك اندفاع وتدفق من ناحية الشباب، فما شاء الله عليهم أبدعوا فريق المبادرة وفريق الجلسات الثقافية أيضا، أبدعوا في كون أن يأتوا ويوعوا الشباب للقراءة ويحاولوا أن يضيفوا لنا شيء جديد في ناحية القراءة والاطلاع. فالكتب التي الكتب المختارة للقراءة لدمج هؤلاء الذين لم يقرؤون، هل هناك كتب توجهون ليقرؤوها أم؟ نحن نختار العنوان الجلسة الثقافية. نعم. وفق الكتب التي نأتي لها بها في المعرض، هذا كان المخطط. نعم. لكن نسبة لعدم توفر الكتب حتى الآن في المبادرة، فاضطرينا أن نبدأ المبادرة بكتب
اعتيادية، لكن حسب جدولنا المعد أننا في كل جلسة نختار عنوان ونأتي بالكتب التي تفيد الشخص ليستفيد من هذا العنوان التابع للجلسة. عبير، هل هناك خطة استراتيجية تعمل على استمرارية هذه البادرة؟ المبادرة ستستمر إن استمر وأبدع الشباب. هناك خطة موضوعة، لكن هناك جانب يقال أن الشباب يكسلون من الأعمال التطوعية، فبعد فترة سيكون هناك خمول، لكن نجدد هذا الخمول بماذا؟ أن ندمجهم هم أيضا في المبادرة ذاتها، يعني يكون لهم وظائف أساسية حتى لا يكسلوا من هذه المبادرة ويستمروا في العطاء. طيب، انت قلت بندمجهم وبعد قررت ان بندمجهم عشان يستمروا، هل هناك حوافز معينه بيستندوا عليها هم عشان يقدروا يشجعوا ويستمروا؟ هناك برنامج للشباب داخل المبادره معد لهم خاص، وهذا لا نريد الكشف عنه، لكن هناك برنامج معد لهم سيحفزهم باذن الله ان لا يتراجعوا عن المبادره. استاذ عبير، الكتب اللي جمعتموها كيفيه الجمع كيف كانت؟ هل أي واحد يأتي بكتاب أم اشتريتموها من السوق؟ لا، الكتب كانت كلها اشتريناها من المكاتب المحلية بتشات، لم يكن أن كل شخص يأتي بكتاب، هذه ثقيلة قليلا، فكان كل شخص ممكن يبادر أو يساهم بما عنده حتى نشتري الكتب. هذا يعني أن هناك دعم في جهات معينة تدعم البادرة؟ لا، من جهود خاصة فقط. جهود خاصة، كان الشباب كل شخص لديه شيء معين يساهم به حتى نستمر في المبادرة أو في أعمالها، لكن الجهات ما في جهة داعمة. نأمل أن تأتي جهة وتمول هذه المبادرة والكل يقرأ إن شاء الله. تقدر تقدم هي كمان رسالة أو توصية، شنو تحتاجوا بالضبط من دعم عشان تقدر تستمر هذه المبادرة من خلال البرنامج؟ تقدر تقدم الجهات المعنية، وزارة التعليم؟ أوكي، المبادرة تحتاج لدعم أولاً وزارة الثقافة، وزارة التربية والتعليم أو التربية وترقية المواطنة. حتى نستطيع أن نصل للمدارس لابد من وزارة التربية تكون معنا، حتى نستطيع أن نصل للمدارس ونجد من إدارة المؤسسات التعليمية قبول يعني بالمبادرة. نعم. أما وزارة الثقافة فهي ممكن أن تساعدنا في أن نستطيع توفير أشخاص فاعلين في مجال القراءة أو فعالين في مجال القراءة، حتى يمكنوا هؤلاء الشباب الذين نحن نأتي لنوعيهم من القراءة الجيدة، لأننا حاليا عندما نبحث عن شخص ليقدم جلسة إننا نعرف الوجوه المعروفة فقط في الساحة، لا نبحث عن وجوه جديدة، لأننا نحن نعرف هذه الوجوه فقط هي النشطة في مجال الثقافة وغيرها. إذا كانت الوزارة خصصت برنامج خاص للأشخاص الذين هم أجادوا مجال القراءة والاطلاع، وممكن أن نجد شخص يقوم بتوعية واحدة تغير لنا 100 شاب. ما شاء الله، صراحة وجودك معنا وجود مثل يعني هذه المبادرات تدل أن إحنا ماشيين في طريق صح، وأن في أعمال يعني صح جاية لبناء الوطن بشكل صحيح، ونتمنى لك التوفيق، ونتمنى أن رسالتك كمان توصل ويستجيبوا لك في أسرع وقت. شكرا لك عبير. شكرا عبير، موفقين إن شاء الله.